وصلنا للربع نهائيات. من بين 8 صبايا كانوا ملايين الأكاديمية، بس 2 منهم بقيوا. حنان وهايدي، هايدي وحنان، كل وحدة منهم عندها شخصيتها، وكل وحدة أم لي فنية. هلأ انبسطت فيكم كتير 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 إنه وصلتوا لهالمرحلة. الشانس بتجي مرة بالحياة. أنت قوية كتير، صوتك حلو كتير، بس دينتك ضعيفة، هي أقوى منك، هي بالدينة أقوى منك. عندك قبول تصير ستار، ما في، لأن وقفتك كتير حلو على المسرح، صوتك كتير حلو على المسرح، بتغني كتير حلو وحلوة، والبدك بدك تكملي هالجمال كله، وأنت كمان إن شاء الله. أكيد أنا رح أخذ اللقب، رح تلا الفاينل. اللقب على طول كده اللقب؟ طبعاً. حبيبتي أنا رايحة للفاينل قبلك. استنوني على الفاينل، صوتولي دعموني في الويب. ما تحلميش يا حنان. حبيبتي أنت اللقب، ما تحلميش. اللقب ليا أصلاً. اللقب خضراوي وبجدارة. خضراوي وبجدارة. طب ماشي هنشوف. أنا واخدك معايا للفاينل بس مفيش مشكلة يعني عادي. يعني انت كويسه وبنت ناس ومؤدبه كده وبتحكي حلوه حبيبتي. اللقب مش ليك. اللقب ليا. اللقب ليا. خلاص الحكم عند الجمهور. خلاص هم اللي يحكموا. اللقب ايه؟ ها؟ كيف كل وحدة منهم ممكن تقنعنا إنها بتستاهل تبقى أكتر بالأكاديمية قبل ما تفقع الأمبلي؟ أنا استحق إني أقعد في الأكاديمي وأبقى في الأكاديمي علشان أنا كنت استاهل أبقى في الأكاديمي. لقتني جمهور 3 مرات كنت نمني فيها. أنا طلعت توب 1 مرتين وطلعت في التوب 5 أكتر من 5 مرات ورا بعض. عندي صوت، قدمت بزاف وبشهادات الأساتذة. الحمد لله صوتي حلو جدا جدا جدا، بشهادة كل الأساتذة وشهادة كل الناس اللي برا. ومدامي اللي ديما كتقول لي كلمة واحدة، كتقول لي أنت عندك جميع المواصفات لتكوني نجمة. أستاذ هادي شرارة من قال لي إن أنت من أكتر الناس يعني بنات قليلين جدا في الوطن العربي اللي يقدروا يغنوا فيروز ويأدوها بشكل حلو زي ما أنت أديتيها من غير ما تشوهي الأغنية. فدي بالنسبة لي كانت أكبر خطوة أنا خدتها في الأكاديمي وأكبر كلام خدته من الأكاديمي. عندي كاريزما على المسرح، أنا متأكدة أنه كل مرة بطلع فيها على المسرح بكسر فيها المسرح. عندي جمال، عندي صوت، عندي كل شيء. إيه كمان؟ ولما حصل استفتاء بين الطلاب قبل كده في ورق مين يستحق يقعد في الفاينل، كل الطلاب اجمعوا عليا. كنموت عليكم، كنستع عليكم باش نبقى الفينا حيت كنستاهل وحيت تقدمت بزاف. والله حيت تقدمت ودايما بغني اغاني عربيه، ودي من اكتر الحاجات اللي انا بحس ان انا متميزه فيها، لان ما فيش اي حد بيغني اغاني عربيه. بتكلم عن البنات يعني. صوت يوليا بس ان شاء الله وغنبقى رغم المنافسه اللي بيني انا وهايدي لنوصل للفاينل وناخذ اللقب، بس هايدي وانا زي الاخوات، عشان مع بعضياتنا 4 شهور مع 4 اولاد الموضوع صعب قوي. هي صعبه شوي لانه نحن بنتين بالاكاديمي وعم بيسيطروا علينا الشباب، بس نحن قد وقدود وما رح نخليهم يعملوا ولا شيء فينا، بالعكس نحن رح نعمل فيهم اقل. بالضبط كده، هنبهدلهم. والـ4 اولاد برضه مش هياخدوا اللقب، يعني اللقب ليا يا حنان. غير كده مش هينفع يا جماعه والله. ماشي، برافو برافو.